طريقة عارية through coming out of her well. أول ما غادي تشوف هاد الصورة غيمشي بالك بعيد، ولكن إلا عرفتي القصة ديالها غتعرف بلي النحات والفنان الفرنسي جون ليون جيروم ذكي وكيفكر بطريقة مختلفة علينا. هاد الصورة ترسمت في 1896، يعني 100 سنة قبل ما نتزاد أنا، كتشخص لنا واحد الأسطورة تاريخية اللي هي الصراع الأزلي بين الحقيقة والكذب. القصة ديال هاد اللوحة كتقول أن الحقيقة تلاقات شي نهار مع الكذب، المكذوب قال ليها شوفي هاد الصباح شحال زوين، والحقيقة بطبيعة الحال حتى تعرفها كذاب كذباتو وشكات في الأمر اللي قال ليها، ولكن بقات كتأمل شحال وملي هزت عينيها للسما لقات ان فريمون الشمس ساطعه والجو زوين، وتما قررت انها تخرج تنزه مع الكذوب داك النهار. من بعد ما بقاو كيتمشاو لواحد المسافه وصلوا لواحد البير، الكذوب عاوتاني قال ليها هاد البير الماء ديالو زوين وعاد. بطبيعه الحال الحقيقه كذبات وعاوتاني وشكات في الامر اللي قال ليها، ولكن بقات كتأمل شحال قاصت الماء ديال داك البير برجليها لقاتو فريمون بارد وعاد. وهنا قرروا انهم يحيدوا حوايجهم كاملين ويتلاحوا في البير يعوموا فيه شويه. من بعد خرج الكذوب هو الاول من البير، لبس الحوايج ديالو وهز الحوايج ديال الحقيقه وهرب. وهنا خرجت الحقيقه من البير طالع عليها الدم وقلبت على الكذوب في اي بلاصه، ولكن مشكل الناس ملي كانوا كيتلاقاو معاه وهي عريانه كاملين كانوا كيدوروا وجههم حيت ما بغاوش يشوفوا داك المنظر. والحقيقه بكثره الخجل اللي فيها رجعت لداك البير تخباش فيه. وهنا الكذوب ولا كيدور في العالم كامل لابس الحوايج ديال الحقيقه وكيتكذب على الناس بصفه الحقيقه، وهذا الشيء هو اللي كيخلي انك فاش كتقول شي حاجه للناس وكتكون حقيقيه كيدوروا وجههم وما كيبغوش يسمعوا لك، في حين فاش كيكذب عليهم شي واحد هو لابس ثوب الحقيقه كيتيقوه وكيعنقوه بيديهم بزوج. دابا من بعد ما عرفتي القصه ديال هاد اللوحه بطبيعه الحال غتغير الرؤيه ديالك ليها، وغادي تعرف ان النحات والفنان الفرنسي جون ليون جيروم كان كيفكر بطريقه مختلفه، وغادي تعرف انه فريمون الحقيقه ما بقاتش في هاد الوقت ولا غير الكذوب ولابس الثوب ديال الحقيقه وعنده جوج وجوه. داكشي علاش كنقول لكم حضيو راسكم وما تيقوش اي حاجه سمعتوها، وكيف ديما غنقول لك خليك في دارك.